السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع فيديو جديد من قناتكم عالم الكمبيوتر والبرامج. الفيديو بتاع النهاردة بإذن الله هنستكمل فيه سلسلة حلقات أسرار في الكمبيوتر لم تكن تتخيل إن هي موجودة. والسر التاسع هو إن أنا لو ضغطت على مفتاح الويندوز مع مفتاح الآر ورحت كاتب الأمر ده، إن شاء الله هتركه لك طبعا في قلب صندوق الوصف اللي هو BSR، وضغطت على موافق هيظهر معايا بالصورة ديت، هيظهر معايا حاجة اسمها مسجل الخطوات. طب ايه فائدة مسجل الخطوات ديت؟ ان انا لو عايز اشرح مثلا لواحد زميلي حاجة على جهاز الكمبيوتر بتاعي وهو مش هيقدر يستوعبها، فانا بسجل كل اللي بعمله وببعته له. او لو عايز اسجل مثلا حل مشكلة، او عايز اسجل مثلا طريقة تفعيل برنامج او طريقة تسطيب برنامج، او عايز اوريها لانسان تاني او صديق ليك عشان تساعده. تفتح معاك بالصورة ديت. قبل ما نبدأ العمل بروح ضاغط على اللي هو الامر السهم المسدل ده، وادخل على حاجه اسمها الاعدادات، وبعد كده احدد مكان اللي هيحفظ فيه عمليه التسجيل. هضغط على استعراض، هتحدد له هنا المكان اللي انا هقوله سطح المكتب، واروح كاتب له اسم الملف، هقول مسجل تمام الخطوات، واضغط تمام كده، واضغط على ايه حفظ كده، واضغط على موافق كده. يبقى انا لما اشغل تسجيل الخطوات هيتم حفظ الملف مباشره على سطح المكتب. هبدا بقى عمليه التسجيل، هضغط بدأت عملية التسجيل. هبدأ استعرض اشياء معينة على جهاز الكمبيوتر بتاعي. لاحظ بقى كل اللي انا هفتحه ده هيتسجل دلوقتي على جهاز الكمبيوتر تمام. هقفل الصفحة ديت. ولو فرضنا مثلا ان انا هدخل مثلا على اللي هي لوحة التحكم وعايز اقول لواحد زميلي مثلا ازاي لو عندك مشكلة في الطابعة تحلها، هدخل على اللي هي استكشاف الاخطاء، هدخل على اللي هو استخدام الطابعة، هقفل ده، وبعد كده اقول له على التالي، وابدا اوريله ازاي احنا هنحل مشكله لو كانت موجوده في الطابعه. هنتظر. كل ده البرنامج عمال يسجله لك تمام. هتضغط على اللي هو الطابعه بتاعتك وتضغط على التالي تمام كده اهوت، وهي تبدا تعمل عمليه حل للمشكله اللي كانت موجوده. كل ده البرنامج بيسجله. طيب خلصت، هتضغط بعد كده تقول له ايقاف التسجيل. لاحظ بقى حضرتك هيظهر اعلى سطح المكتب، ظهر على طول الملف اللي انا سجلت فيه كل الخطوات بتاعتي. طب انا عايز افتحه، هو طبعا بينزل ملف مضغوط، هقول له استخراج الى هنا تمام، هيظهر معايا بالصوره ديت تمام. هروح واقف عليه كليك يمين واضغط فتح بي تمام، واختار اللي هو انترنت اكسبلورر تمام. لازم اختار البرنامج ده، هو هتلاقيه موجود في قلب الايه الويندوز بتاعك. هفتح بقى البرنامج. لاحظ بقى حضرتك هتلاقي كل الخطوات اللي انا عملتها على جهاز الكمبيوتر بتاعي متسجله في صور متتابعة، هو بيحفظ لك حوالي 25 لقطة تمام. لاحظ حضرتك كل اللي أنا عملته على جهاز الكمبيوتر تم تسجيله. حديت الخطوة الأخيرة كده. الفيديو بتاعنا النهاردة يكون انتهى. لو أنت استفدت منه وتعلمت شيء جديد، ما تنساش طبعا من اللايك والشير والاشتراك في القناة، لأن ده بيحفزنا إن احنا نقدم لك كل الجديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.